اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد
محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها وتصلح بها القلوب
وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب.